السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحياتي لكم يا جماعه، تحياتي لكل الناس المشتركه معانا ومنورانا على قناتنا على اليوتيوب تدريب كلاب ومدوج زمان وتدريب كلاب البحيره كابتن ابو نور. النهارده يا جماعه هنتكلم في حلقه مهمه جدا، كل الناس بتخاف منها وبتحصل مشاكل في كل بيت بسبب الاطفال. لما تكون انت جايب كلب وتلاقي الاطفال كلها خايفه من الكلب، اصبح ان انت كده بتسبب غريزه للكلب ان هو اساسا يبقى عدو للاطفال. طبعا ده مبدا غلط، والغلط ده طبعا بيجي من حضرتك انت قبل ما بيجي من الكلب. الكلب بيتعود بناء عن التعامل اللي قدامه، بيتعود بناء عن اللي بيحصل قدامه في البيت. لما حضرتك تكون لسه شاري كلب، سواء كلب كبير او كلب صغير، كلب صغير بيجي في فتره التسنين ويبدا يجري ورا الاطفال عشان بيلعب معاهم ويبدا يعض باسنانه، يبدا الاطفال تجري منه وتخاف منه وتتفزع منه. طبعا ديت بتسبب عند الكلب ان هو بعد كده لما يكبر كل ما يشوف الاطفال عايز يجري وراه، لان هو اتعود على كده وانت اللي عودته على كده واطفالك اللي عودوه على كده. لكن لو الطفل واقف قدام الكلب وما خافش منه وما اتحركش من قدامه، وكل ما الكلب يقرب له يعاقبه تمام، وانت كمان تعاقب الكلب على انه يقرب من الطفل يلعب معاه او يعاكسه باسنانه، اصبح ان الكلب بعد كده هيكبر على نفس المستوى ومش هيبدا ان هو يقرب من طفلك خالص الا غير ساعه طفلك ما يناديه لوقت اللعب. لكن لما تكون جايب كلب كبير شرس وخايف منه على اطفالك وحابب ان انت بتبدا تعوده، طبعا الطريقه بسيطه جدا وطريقه سهله جدا، هي ان انا الاول قبل ما نعود الكلب لازم نعود طفلي. لازم الاول قبل ما نعرف الكلب ان ما تقربش من الاطفال وما تاذيهمش، لازم نقعد مع الطفل الاول بيني وبينه ونعرفه ان ده ما بيأذيش وما بيخوفش. ما تحاولش تعمل رهبه للطفل وبعد كده تقعد تحل المشكله وتدور على العلاج وانت سبب المشكله اساسا. تمام، نجيب كلبي اللي لسه شاريه من بره لما يكون كلب كبير 7 شهور 8 شهور سنه تمام، ونبدا نجيب الكلب نربطه ونكون جايب كمامه كويسه ونكمم الكلب، ونعود الاطفال العيالي ان هم يخشوا بالميه او يخشوا بالاكل في الفتره اللي هي اول الكلب ما يجي فيها. اول الكلب ما يزوم على طفل او يخوف طفل، نكون انا مشجع الطفل ونكون واقف في ظهره ونشخط في الكلب ونرجع الكلب او نفرض شخصيته عليه ونفرض سيطرته عليه، وفي نفس الوقت نشجع الطفل ان هو يقرب من الكلب. لا ما تخافش، هو بيعمل كده عشان لسه مش عارفك، لكن لما تقرب هيعرفك وهيتعامل معاك عادي. تمام، نبدا نخلي الطفل يقرب، في نفس الوقت الكلب لابس كمامة، اصبح ان هو لو لا قدر الله هيجي مع الطفل هتكون الكمامة كشيء يتفادى اي صدمات او اي هجمات من الكلب على طفلك. مرة على مرة، من ثالث مرة او من ثاني مرة بيبدأ الكلب يتعود على ريحة الطفل، بيتعود على شكل الطفل. لما بيلاقي الطفل ما جراش منه وما خافش منه، بيبدأ الكلب ينكسر من جواه من ناحية الطفل ده ويبدأ يتعود عليه، لان خلاص مفيش رهبة من الطفل علشان تبدأ الشخصية تزيد من الكلب. الرهبة من الطفل هي اول حاجة بتخلي قوة الكلب تزيد وشراسته على الاطفال بالذات. لازم الطفل ما يخافش، لازم انت تشجع الطفل، لازم تقف جنبه، لازم تحمسه ان هو يقرب من الاطفال. طبعا دي كانت حلقتنا النهارده يا جماعه، ان احنا بنقول لك لازم تعالج طفلك او تدرب طفلك قبل ما تدرب الكلب اللي انت لسه شاريه، علشان الطفل يبدا يبقى مؤهل ليه ويبقى الطفل واخد احتياطاته من ناحيته، ونعرف الطفل ان الكلب مش هيأذيه او ما يحصلش اي حاجه. ولازم الاول في اول الوقت لازم نستعمل كمامه كويسه، علشان انا لسه مش عارف، انا عن نفسي اللي صاحب الكلب مش عارف لسه طبع الكلب اللي انا شاريه، يبقى نعرف طبعه بناء ان هو لابس الكمامه، يبقى اي اصدارات تصدر منه بعد كده بناخد احتياطاتي وبننبه على الاطفال عندي من الكلب. لكن لو مشيت بنفس الاسلوب وبنفس القانون اللي احنا قلناه، هيبدا الطفل يتعود على الكلب باسلوب بسيط جدا. هيبدا انت ما تخافش على اولادك من الكلب، هيبدا الكلب كمان يتعود على اولادك اول ما يشوفهم وينتظر ان هم يجيبوا له الميه والاكل. في الاخر نقول لكم تحياتي لكم وتحياتي لكل الناس المشتركه معانا، يا رب تكونوا فهمتوا الحلقه وفهمتوا احنا عايزين نوصل لكم ايه. تحياتي لكم جميعا، كل سنه وانتم طيبين، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان تتابعوا معانا كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.